انت بتدفش لورا بالمؤخرة كأنك تدفش حدا لورا. اهلا وسهلا فيكم. هلا بهذا التمرين اللي بدي اعمله، هذا التمرين كتير كتير مهم، ويا ريت الكل يجربه اذا انت في البيت، سواء بتتمرن بديت تمرينك او ما عم تتمرن. يعني لو انت ست بيت قاعدة في البيت، او لو انت رجال قاعد في البيت وما عمالك بتتمرن ولا بتروح على الجيم وطلع لك هذا الفيديو بالصدفة، حاول تجرب هذا التمرين عشان تشوف، لانه ممكن يحل لنا مشكلة وجع اسفل الظهر. يعني اذا واحد عنده مشكلة باسفل الظهر بطريقة حمل الاوزان، او انك حتى لما تحمل الاكياس او اي شيء بتحمله عن الارض ظهرك بوجعك، او لما تتني ظهرك بوجعك، معناته انه الظهر عماله باخذ من الشغل تبع عضلات الهامسترنج اللي هي عضلات الرجل الخلفية. فاحنا عشان نصلح هذا الحكي، تمرين كتير بسيط بنعمل في البيت، بنعمل في اي مكان، بنعمل في الجيم. هلا للناس اللي بتتمرن، هذا التمرين راح يفيدك كتير. قبل الديدليفت راح يظبط لك تمرين، او يظبط لك تمرين الديدليفت. اذا عندكم اي وجع في تمرين الديدليفت وانتم بتعملوا ديدليفت، بصير وجع في اسفل الظهر، معناها اسفل الظهر عماله باخذ كتير من الحركه اكثر من اللازم. وبهذا التمرين راح نفعل العضلات الهامسترنج الخلفيه وعضلات الجلوتس اللي هي عضلات المؤخره. هلا راح نبدا بالتمرين بانه بنشد، بتوقف رجليك وقفتك كأنك واقف سكوات، يعني مش كتير واسع، شوي ضيق. ممكن تبلش التمرين بالحيط يكون وراك، يعني إذا واحد عنده العضلات بالمرة مش شغالين يفضل إنه يعمله والحيط وراه، لأنه راح يحس إنه ممكن يقلب لورا. فهلا راح نبلش التمرين بإنك تشد البطن وإنت واقف، توقف الوقفة كأنك زي ما حكينا وقفة السكوات. ممكن تعمل التمرين والحيط وراك وبتدفش لورا. هلا الدفش لورا، اذا بتشوف الحركة، انا عمالي بدفش كأني بدفش حدا خلفي، يعني كأنه في حد واقف وراك وبدك تدفشه بأفاك. ما بدك تنزل نزول بالصدر وتنزل بالظهر. فالحركة مبينة هلا من قدام انه كأني انا بنزل بظهري لقدام، بس انا ما بنزل لظهري. هبدي اعملكم اياها من جنب عشان تشوفوا. انت بتدفش لورا بالمؤخرة كأنك تدفش حدا لورا، والرجعة تبعتك راح تكون بانه نشد عضلات الجلوتس ونشد عضلات الهامسترينج. فانا بدفش لورا وبرجع لقدام، كل الحركة بالرجلين. فهذا النقطة اللي كتير مهمة، انه كل الحركة هاي بتنعمل بالرجلين، ما بتنعمل بالظهر. هاي الحركة الغلط، لما الواحد ينزل بظهره ويطلع بظهره ويطلع من الصدر والظهر لفوق. هون بصير عنا اذا واحد عماله بيعمل ديدليفت انه بصير يسحب بظهره، بصير يشغل ظهره بدل ما يشغل عضلات الهامسترنج والجلوتس. هلا اذا بدنا، اذا حدا بيعمل تمارين منزليه، عندك البوتي باند او عندك البوتي باند، ممكن نحط البوتي باند على الركب، فوق الركب بشوي، ونعمل نفس التمرين، حيث اني انا بدي اضلني دافش الركب لبرا، وبنفس الوقت بدفش الهيبس لورا وبرجع بشد بالجلوتس. راح ندفش الهيبس لورا دائما ونرجع نشد بالجلوتس. اورجيكم التمرين من السايد كمان مره. مهم جدا انك تتخيل انك بتدفش حدا وراك. هلا اذا واحد عنده عضلات الجلوتس وعضلات الهامسترنج مش شغاله، راح يحس في اول التمرين بولا اشي، بمعنى ولا اشي. يعني لما تحس انت في التمرين بولا اشي، يعني راح تضلك تحس انه لسه اللور باك هو اللي عماله بيشتغل. عشان نصلح هاي المشكلة راح نروح على جنب الحيط، راح تحاول تعمل التمرين ويكون وراك حيط، وتحاول ترجع برجوع بانك تلمس الحيط بأفاك، وبدون ما تنزل بدون ما تنزل او تنزلي بالصدر لقدام ونرفع الحركة بالظهر. بتحاول نتخيل انه الحركة هي دفش لورا، تدفش حدا وراك، فبتكون قريب على الحيط، بتدفش شوي شوي لغاية ما توصل الحيط، وبترجع بتشد عضلات الجلوتس وعضلات الهامسترينج لما يرجع جسمك يستقيم لفوق.